الملك الطاهر بركات علينا امين. استمع يا الله طلبتي، اصغي الى صلاتي، على الصخره رفعتني وارشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا. لكن في سؤال دايما يشغلنا، لماذا أوجد الله المسيحيين في العالم؟ ليه ربنا خلى فيه مسيحيين في العالم؟ سؤال مهم أوي. والمسيحيين ما في فلسفات وأديان ومذاهب وعقائد وحكايات تانية كتير، والعالم كله فيه العجب. إيه دور المسيحيين؟ ربنا يحافظ عليكم، ودايما فرحانين بربنا. ومن له أذنان للسمع فليسمع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.